حول هذا الموضوع ياسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف سعادة القاضي عيسى سامي المناعي، وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عضو اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة. أرحب بك سعادة القاضي في نشرة أخبار الثامنة. إذن يعني بعد الإعلان عن هذه الآلية الجديدة لتسجيل الحجاج وتسيير رحلاتهم لمكة المكرمة، ما هي أبرز مزايا هذه الآلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكركم على إتاحة الفرصة. منصة الحج هي عبارة عن تطوير للإجراءات والخدمات اللي تشرف عليها اللجنة العليا لشؤون الحج من خلال توفير منصة إلكترونية ميسرة ومتكاملة لخدمة الراغبين بالحج من مملكة البحرين. والهدف طبعا من هذه المنصة أنه يكون في استطاعة الراغب بالحج أنه يطلع على قائمة بالحملات والخدمات اللي تقدمها وأسعارها، ويختار الحملة اللي يفضلها في بكل سهولة في مكان واحد بعد الاطلاع على كافة المعلومات اللي هو يحتاجها. ويحقق إيجاد هذه المنصة عدة أهداف مهمة، أبرزها أن تسهل الاستعدادات المبكرة وتطور الخدمات المقدمة حق الحجاج، وتحقق مبدأ الشفافية والتنافسية بين الحملات. نعم سعادة القاضي، متى من المتوقع تدشين منصة الحج الإلكترونية؟ بدأنا الاستعداد بالتعاون والتنسيق مع الحملات منذ فبراير الماضي. طبعا سبق هذه المرحلة الاطلاع على احتياجات الحملات ودراسة أفضل الممارسات في مجال تنظيم عملية تسجيل الحجاج وتسيير الرحلات، وتم استحداث منصة الحج الإلكترونية. ومن المتوقع تسجيل المنصة في الفترة القريبة القادمة، تحديدا مع إعلان اللجنة العليا عن فتح باب التسجيل لمن يرغب بالحج استعدادا للموسم القادم. ويواكب هذه الإعلان راح يواكب هذه الإعلان الخطة الزمنية المعتمدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة. نعم سعادة القاضي عيسى سامي المناعي، وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عضو اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة، كل الشكر لك.